يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الأحد الموافق الثلاثين من شهر إبريل الحالي متوجها إلى ماليزيا الصديقة في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا يلتقي خلالها مع جلالته كما يجري الملك المفدى مباحثات مع دوله سيد محمد نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء تتناول العلاقات التاريخيه الوطيده بين البلدين الصديقين والسبل الكفيله بدعمها وتطويرها في جميع المجالات اضافه الى اخر التطورات والمستجدات الاقليميه والدوليه والقضايا موضع الاهتمام المشترك رافقت جلاله الملك المفدى السلامه في الحل والترحال